اكلم الازواج. انا بقول مش كل الرجاله وحشه، ومش كل الرجال ازواج محتاجين تصليح ومحتاجين تصحيح سلوك وهكذا، لكن انا هقول لكم ما تزعلوش مني، حسبي الله ونعم الوكيل. بص انا بقولها اقسم يمين بالله لو اوقفكم يوم القيامه لان ملكوش عذر، حسبي الله ونعم الوكيل. في كل راجل، في كل راجل احوج زوجته لاحتياج عاطفي مادي او مشاعري، حسبي الله حسبي الله. وعايز الرساله دي توصل لكل راجل. اما تبقى راجل تسال عن زوجتك وانت قاعد على النت مع البنات وسايب واحده بتشحتف على كلمه حلوه منك، يبقى انت مش راجل والله العظيم. ليه؟ لانك يا ابني الدنيا زي ما انت منفتح على الدنيا كده، اطردها لامك اطردها لاختك، هتجيلها ما هيجيلها من الراوتر برضو واحد يجي يقول لها ويعيد لها. ولو هي مش متقيه مش يعني قول لي بقى عوامل ثبتها على التقوى والايمان الا اذا كان الله سبحانه وتعالى اراد بها خيرا واراد بها سترا. ايه ايه يعني انت سايب الدنيا كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في كل واحد بيروح يمارس عاطفه ولا حب ولا اي كلام فارغ، انا مش عايزه اقول اللفظ والله عشان عيب اقوله، ويروح يعمل كده اهو بره مع بنات على النت ولا الفيس ويقول لك الصوره وترسكات، وسايب زوجته وسايب زوجته لكلاب السكك لذئاب الليل، يعمل انهي راجل؟ انهي راجل؟ يبقى راجل؟ انتوا احكموا انتوا، يبقى راجل وانا هقرا كومنتاتكم دلوقتي. ما يبقاش راجل. انت ليه تسيبها بالشكل ده؟ ليه؟ طيب النقطة العظيمة اللي احنا فيها، تقول لك اصل هو سايبني. يا بنتي هو مقصر يحاسب عند الله، وعلينا بننصحه، ودينا حطيت ده والله لو وقفهم يوم القيامة مالكوش عذر. الفيديوهات موجودة واليوتيوب موجود والحاجة كلها موجودة، تقدروا ترجعوا لها، وانا وغيري 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 من الثقة المؤتمن تيجي تسيبها. فين اللي يثبتها دلوقتي؟ قول لي كده مين يثبتها؟ مين يسمعها كلمه؟ تقول لك عشان اسمع بره كلمه كذا كذا. ايه ده؟ طبعا الغلط غلط تحاسب، هي غلطت هي كمان تحاسب، لان الخيانه مش لك وانت خيانتك مش ليها. الله عز وجل حضر اجابتك لله سبحانه وتعالى، حضر اجابتك لربنا، وتيجي في الاخر تتنازل هي ولا تقول على بقى. يا ابني الله يصلح حالك، لم بيتك ولم زوجتك ولم لحمك، لم بيتك ولم عيالك بالحلال. اللي انت بتعمله ده مش عايد عليك بشيء، ولا متعه ولا نيله. فين المتعه؟ في الهوى. فين؟ مش عايز اكمل الصوره النهائيه وفي الاخر تعمل ايه وتسوي ايه مع نفسك؟ حرام. ما انت ربنا عفك اهو بالحلال، مش ربنا عفك بالحلال؟ ليه ايه الزمن اللي احنا فيه ده؟ انك تسيب الحلال وتروح تكلم بنات على النت؟ طب ما زوجتك قول لها، حددوا ارجعوا تاني، مفيش خلاص اتركها بقى وسرحها، هي ربنا يرزقها باللي يعوضها في الحلال. ليه يا ابني كده؟ الاصل في الموضوع، الناس اللي بقول انا بكلم الرجال، انا بخاطب النساء وباجي عليها، هو مقصر يحاسب. واقول لك واجي عليك اسالك واقول لك وحملها في رقبتك، شبع زوجتك عاطفيا، قول لزوجتك بحبك وحشتيني، مش عيب ولا حرام ولا نقص من الشنب والله بالعكس. حاول انك انت تعينها، يجيب زي الزوج اللي راح مش عارفه ايه والمشكله اللي انتشرت. عايزين بس نعيد الكلام، ومشكله انتشرت وزوج راح جاي مطلق زوجته، اصل ما بتخدمش امي واختي المريضه. طب انت هيأت لها الامر، انت لو كنت كويس اصلا معاه، هي طبعا خدمتها مش عليه، خدمه الاهل، لكن بنعملها حسبه لله لرضا ربنا في زوجي. لكن محدش يتطاول ومحدش يشتم وما يبقاش كانك كذا، وانت جايه اصلا هنا خدامه وتعملي بلقمتك. لا ما هيش هتعمل لانه مش واردة عليه، هي بتعمله من باب الفضل والاحسان وحسبه لله، رضا لله في زوجها. تظلمها ليه انت كمان؟ وقوم جايبه ما هطلقك، وانت جايبها على ده؟ مش جايبها على كده، انما والله تجيب ارخص بدل ما تدفع شبكه ومهر وبتاع، يقول لك يلا بالمره هي زوجها. يا ايه ده؟
وبيت الجاز يلا بالمره واخدم. لا لا لا، هات لك يا عم واحده ممرضه ولا واحده شقاوه وسيب بنات الناس لحالها، لكن تزلها وهطلقك اصلك عملتي كده. والام رقم واحد طبعا عليك يا باشا، والله اللي فاهم بقى عليك، خدمتها عليك انت مش على زوجتك. ان كانت زوجتك طبعا، احنا الزوجه عندك واحنا بنقول كده، لو عندك صحه وامر وفضل منك يا بنتي تعمليه لله عز وجل، لو كان جار مريض ولا جاره مريضه هنعملها لله مش عشان زوج. لكن تيجي تتذل وهو كده، واذا كان عاجبك وانت قاعده، لا انا مش بعملها، لا مش بلقمتي والله، ده انا قاعده كنت باكل وبشرب في بيت ابويا زي الفل. ده زمن انقلاب الموازين، اقسم بالله زمن انقلاب الموازين وعلامات الساعه، ما اقدرش اقول اكتر من كده. وكمان يجي سايبها، هي البنات اللي انت بتقول لها وعمال تقول الزوجه، باقسم يمين بالله انا مش عايزه اقول لكم اكتر من ساعه ونص شحته والله يا دكتوره، ويا دكتوره انا نفسي، كارثه كارثه، بتعيط بتشحتف لما شافت السكرينات وبتقول ابعت ولا ما تبعتليش السكرينات ولا بتاع، بتشحتف ساعه ونص شحتفه على ان شافت زوجها بيقول. طب ما بيعرف يقول اهو، طب ما انت بتعرف تقول اهو يا عم العصر يا دونجوان الكوت، حلالك يا ابني ارجع له الصح يا جماعه، ما انتوش قادرين تتجوزوا وتبقوا في الحلال، ما تخربوش بنات الناس من بيوتها وتظلموا النساء بجد.